بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم جديد. اليوم إن شاء الله بدنا نحكي آخر جزئية فيما يتعلق بالروتين يورينالسيز، وهي جزئية تتبع للميكروسكوبيك إكزامينيشن اللي هي يورين أو يوريناري كاست. إيش هي الكاست؟ الكاست زي ما بحكي هنا اللي هي يونيك تو كيدني، يعني بدايتها أو نهايتها في الكدني، أو خلص وجود الكاست شيء ما في الكدني. طبعا هي الكاست ما هياش اشي جديد يعني، او ما هياش اشي مستحدث، بمعنى انه كل الابنورماليتيز اللي شفناها في اليورين قبل كده، زي مثلا وجود الريد بلاد سيلز، وجود وايت بلاد سيلز او ابيثيليال سيلز او بروتينات، البروتينات كلها هذه في النهايه اذا كان في توفر ظروف ممكن تتحول لكاست. ظروف هذه زي مثلا حكايه اسيدك بي اتش او ستاسيس لليورين، يعني تدفق اليورين او جريان اليورين بطيء جدا جدا، يؤدي في النهاية انه الاشياء هذه اللي حكيناها، وطبعا احنا حكينا قبل كده الاشياء هذه ايش الظروف اللي ممكن تتكون فيها. فاذا كان ظروف يعني بمعنى انه اسيدك بي اتش مع ستاسيس جريان البول بطيء جدا جدا، في النهاية تؤدي الى تتكتل الاشياء هذه او تتجمع مع بعض، وخاصة في اخر جزء في النفرون في الكدني زي اللي هي الديستال تيوبيولز او كولكتين تيوبيولز، هنا بتجمع الاشياء دي مع بعض على شكل وبتاخذ شكل كاست. هي عاده بتاخذ جزء او شكل الجزء او المكان تحديدا اللي اتجمعت فيه، وبتاخذ حتى نفس او نفس الدايمتر بمعنى اخر. وعشان كده هنلاحظ اشكالها اللي هي ايه، هتاخذ تقريبا شكل الهولو او اليومن بتاع المكان اللي صارت فيه او تكونت فيه يعني. خاصه اذا بنحكي عن الديستال كونفوليوتد تيوبولز او الكولكتنج تيوبولز يعني. ومكونات اول واخيرا هي عبر ممكن تكون ار بي سيز، ممكن تكون وايت بلاد سيز، ممكن تكون اللي هو ميكس ما بينهم وهكذا. خلينا نشوف الظروف او الفاكتورز اللي بتساعد او بتشجع عمليه الفورميشن لايه للكاست، اللي هي الاسيديتي. طبعا نتذكر كمان حتى الاسيديتي اللي هي بنلاقي فيها اللي هو ايه موستلي كريستال او باثولوجيكال امبورتانت كريستالز في الاسيديك يورين، لانه الالكالين كونديشن اللي بتؤدي لذوبة حتى لو تكونت او المكونات بتاعتها موجودة، فهي الالكالين كونديشن اللي هي ايه بتذوبها، او ما هي ظروف مناسبة ان تتكون الكاست يعني. انكريز يورين كونسنتريشن متمثل طبعا في الايش، في زيادة السبيسيفيك جرافيتي. خلينا نقول طبعا معناه زيادة سبيسيفيك جرافيتي يعني في بروتينات كتير، في السيلز، في اشياء كتيرة هي اللي ادت لايش، لزيادة سبيسيفيك جرافيتي، وهي نفس الظروف طبعا اللي بتؤدي لتكوين اللي هو الكاست. يورين الستاسيس يعني اذا كان جريان اليورين بطيء جدا جدا، في الحالة هذه بعض مجال وفرصة اكبر انه للكاست او مكونات الكاست تتجمع براحتها عشان تعطينا اللي هو الشكل النهائي للكاست. بعض المكونات اللي لو وجدت في اليورين لأي سبب من الأسباب زي البروتينات الألبومين الجلوبولين الهيموجلوبين الميوجلوبين غيره، هذه ممكن برضو تتكتل مع بعض وتعمل اللي هو الكاست يعني. بالنسبة كيف ممكن نعملها تمييز كده، في عادة بنحدد بداية نوع الكاست اللي موجودة، اللي هي الووكس كاست مثلا على سبيل المثال. الووكس كاست على فكرة علامة على انه ايش يعني اقدم واحدة بتكون او بتطول اطول فترة في اليورين يعني. هنا بنحدد نوع الكاست طبعا بالاضافة لايش العدد، وهنا بس انتبهوا لو باور فيلد، احنا بنستخدم اللو باور فيلد في الايدنتيفيكيشن للكاست، لانه هي اساسا حجمها كبير مش محتاج الهاي باور فيلد، وبالاضافة لانه المكان تيبيكال بنلاقيها دائما على الحواف او على السايدز بتاعت اللي هو الكفر سليب لما بطلع تحت الميكروسكوب. خلينا نشوف اللي هو ايه من المزايا الثانية للكاست، السلندريكال اسطوانية، لانه قلنا بتتجمع في التيوبيولز في داخل التيوبيولز، عشان كده بتاخد شكل السلندريكال يعني. الحواف ممكن تكون طبعا واضحة، النهايات ممكن تكون بلانت قليلة، بلانت اللي هي ممكن بهذا شكل الغير او شكل او شكل المائل يعني، وزي ما حكينا عادة بنلاقيها على حواف الكفر سليب. هنا الكونديشن اللي ممكن نلاقي فيها الكاست، وزي ما انتم شايفين احنا قلنا بداية هي مسألة تتعلق بالكدني، وزي ما احنا شايفين كل المسائل هذه زي جلومرال دامج
تيوبولار دامج، رينال انفلاميشن او رينال انفكشن، كل المسائل هذه اللي هو ايه، كل المسائل متعلقه بالكدني. هنا طبعا كل واحد ايش الفرق بين انفلاميشن والانفكشن، هذه ان شاء الله اترك لكم تفكروا فيها ولما نلتقي نقدر نحكي عنها، الفرق ما بين انفلاميشن وما بين الانفكشن. هنا انواع الكاست اللي ممكن نلاقيها في اليورين، هايلاين كاست، ريد سيل كاست، وايت سيل كاست، ابيثيليا سيل كاست، جرانولار ممكن تاخذ شكل كورس او شكل فان كورس، يعني شكل خشن بين خشن تحت الميكروسكوب او شكل ناعم يعني. ووكسي كاست، فاتي كاست، ميكس كاست، طبعا اصغر واحده فيهن الهايلاين كاست يعني اللي بتتكون بشكل سريع يعني بمعنى اخر، واكثر واحده بتعمر اللي هي ايه الووكسي كاست. خلينا نبدا بالايه اول واحده بالهايلاين كاست. طبعا هايلاين كاست ما فيهاش لا سيلز ولا حاجه يعني، بتكون في عدم وجود سيلز يعني. ممكن الشكل هيكون او تعمل لخمة او مع اللي هو ايه مع الميوكاس ثريتس، كلاهما شفاف جدا جدا وبيحتاج الى انه الواحد يخفض الاضاءة بتاعت الميكروسكوب عشان يقدر يشوفها بشكل كويس، لكن مع التدقيق ممكن نميزها عن ال سوري مع التدقيق ممكن نميزها عن ايش اللي هو مع عن الميوكاس. هنا بنلاحظ الزوايا والاطراف بتاعتها متوازيه كده هيك يعني، الحواف واضحه جدا بالاضافه بلانتد اند يعني الزوايا بتاعت او الاطراف بتاعتها نهاياتها يعني مياخده شكل دائر يعني. طبعا اللي هو ايه مهم جدا نخفض الاضاءه عشان نشوفها لانها اساسا شفافه خالص خالص يعني. طبعا ممكن نلاقي منها كميات احيانا في النورمال يورين يعني ما فيش كونديشن ممكن نلاقيها بشكل او بكميات محدوده او عدد منها يعني، لكن عادة ممكن نلاقيها غالبا بعد الاكسرسايز لما الواحد يكون عمل تمرين جامد او لما الواحد يكون بحالة اللي هو دي هيدريشن. هكذا يبدو شكلها زي ما انتم شايفين، زي ما بنحكي شفافة خالص، بتطلب الامر انه نخفض الاضاءة. الحواف بتاعتها زي ما احنا شايفين ريجولار كده يعني، ما فيش تعرجات زي ما بنشوف مثلا اللي هو ايش في الميوكاس. طبعا هذه الاشياء اللي ممكن نميزها بشكل واضح عن ايش الميوكاس يعني، اللي هنا اشكال منتظم او ريجولار سايز، هناك في في الميوكاس بنلاحظ في تدرج كثير وفي تشعبات كثير يعني. الكاست الثاني اللي هي ريد بلاد سيلز كاست، وهي بنحكي انها يعني بتتوجد في الكونديشن نفسها اللي بتؤدي لوجود الريد بلاد سيلز في اليورين يعني، زي حكايه الجلومورولونفرايت على سبيل المثال. طبعا برضو شفنا انه اشكال في الجلومورولونفرايت ممكن نلاقي اللي هو ايه اشكال الريد سيلز ممكن تكون ديسمورفيك، بالاضافه طبعا ما دام في بلاد سيلز بتصل يعني حنلاقي في بروتينيوريا. هي الاشياء هذه التيبكالي اللي بنشوف فيها ريد بلاد سيلز هي اللي برضه بنشوف فيها اللي هو ايه ريد سيلز كاست، هي في النهايه تكتل من الريد سيلز متجمعات مع بعض وعملات الكاست يعني. شكلها اللي هو اورنج ريد كلر بياخذ شكل او لون الريد بلاد سيلز، طبعا فراجايل فراجايل هشه خالص خالص يعني ممكن تتفتت بسهوله، وزي ما انتم شايفين طبعا مرتبطه بحكايه الهيماتيوريا اللي هي في النهايه تجمع من الريد بلاد سيلز، هكذا تكون او تبدو تحت الميكروسكوب. وايت بلاد سيلز كاست برضه لما يكون عندنا انفكشن، مع الانفكشن احنا بنلاحظ وجود الوايت بلاد سيلز موجوده البص سيلز يعني. هنا في حكايه الانفكشن او في حكايه انفلاميشن طبعا ممكن نلاقي وايت بلاد سيلز نورمال يعني، بالاضافه للوايت بلاد سيلز كاست اساسا يعني لما يكون عندنا بنلاقيها الشغل لما يكون عندنا بايلونيفرايتس، طبعا بالاضافه للسيباريتد وايت بلاد سيلز وبرضه الكاست بتاعت الوايت بلاد سيلز، طبعا غالبا بتكون او هي من نيوتروفيلز بتتجمع مع بعض وتاخذ شكل الكاست يعني. شكل النيوتروفيل حكينا او الباس سيلز حكينا عنه فيما سبق يعني، اللي هو شكل فيها الجرانولز الشكل اللي يميزها مع النواه كمان يعني. طبعا ممكن تكون مختلطة او اللي ايه نميزها عن اللي هو ايه هذا بنسميها اللي هو اللي هو الرينال اتيوبولار كاست، رينال اتيوبولار كاست تنتين تقريبا ممكن ياخذ نفس الشكل او شبهات مع بعض، اللهم انه في الوايت بلاد سيلز كاست ممكن نلاحظ وجود سيباريتد وايت بلاد سيلز او باس سيلز لحالها منعزلة. هنا في الرينال تيوبلار سيلز كاست اللي بنلاقيها في حكايه اللي هو تيوبلار دامج
ما بنلاقيش اللي هو ايه، نلاحظ انه فري باس سيلز ما بنلاقيش يعني. هاي الفرق ما بينهم. هنا في الوايت بلاد سيلز كاست كمان مره بنلاقي سيباريتد وايت بلاد سيلز، هنا ما بنلاقيش سيباريتد وايت بلاد سيلز، وهي الشكل بتاعها تقريبا طبعا اللي هو شكل اللي هو وايت بلاد سيلز زي ما انتم شايفين متجمعات مع بعض، اخذ شكل المكان اللي تكون فيه. وهنا ببين لكم انه بعض السيباريتد ممكن تلاقي اللي هو وايت بلاد سيلز يعني. ابيثيريال سيلز طبعا اللي هو عبارة عن رينال تيوبولار سيلز بتتكتل مع بعض وبتاخد شكل الكاست. طبعا احنا شفنا رينال تيوبولار سيلز بنلاقيها في الادفانس تيوبولار ديستراكشن، علامة على ديستراكشن لتيوبولز اوف ذا كيدن يعني، اللي بيؤدي في النهاية الى يورناري ستاسيس يعني. طبعا السبب اللي هو تيوبولار دامج ممكن يكون هيفي ميتالز كيميكالز اور دراجز انتوكسيسيتي فايرال انفكشن او الوغرافت ريجكشن، يعني كده واحد زار عضو كده والجسم عمال بيرهب يعني. ممكن نلاقي في نفس الوقت يعني ممكن نلاقي اللي هو في الحالات هذه في البالون فرايس ممكن نلاقي اللي هو وايت بلاد سيلز كاست واللي هو الابيثيليال سيلز كاست، نلاقيها مع بعض الاثنين موجودات يعني. جرانولار كاست ممكن تاخذ شكل كورس اللي هو بشكل خشن يعني، او ممكن تاخذ شكل الفاين يعني، الجرانولز ممكن تكون شكل فاين كده ناعم او شكل خشن يعني. خلينا نقول ممكن وجودها يعكس باثولوجيكال او حتى نون باثولوجيكال كونديشن، ممكن نلاقيها بشكل طبيعي يعني. على سبيل المثال في الباثولوجيك كونديشن ممكن يكون اللي هي جايه من اللي هو اللايزوزومز اللي موجوده في داخل الرينال تيوبولار سيلز بتتكتل مع بعض وبتعطينا شكل جرانولز، هذه عشان كده بسميها جرانولار، وهذا وضع طبيعي نتيجه الميتابوليزم اللي بتعمله الرينال تيوبولار سيلز، عشان كده ما هيش باثولوجيكال كونديشن لما ايه تتجمع اللايزوزومز مع بعض وتعطينا شكل جرانولز. لكن طبعا ممكن في الديزيز ستيت ممكن نلاقيها موجوده اللي هي تمثل او سببها يكون سبب وجودها ديس انتجريشن اوف سيلولار كاست، دمج للسيلز بمعنى اخر يعني الموجوده في التيوبولز بمعنى اخر طبعا، او ممكن وجود بروتينات موجوده بشكل كبير في اليومن بتاع التيوبولز بتتكتل مع بعض وبتعطينا اللي هو الكورس اللي هو ايش كورس كاست. ووكس كاست طبعا اللي هو ذا الشمعية يعني بنلاقيها في حكايات اكستريم يورين ستاسيس لما يكون جريان اليورين بطيء جدا جدا، والحالة هذه طبعا تبكل بنلاقيها في الكرونيك رينال فيلير يعني. طبعا ما هيش وضع طبيعي ان نلاقيها الووكس كاست الا اذا كان اليورين مش ماشي بشكل او تقريبا بشكل بطيء جدا جدا جدا، الوضع المتمثل في ايه كرونيك رينال فيلير يعني. طبعا شكلها ريفراكتايل بتلمع كده تحت الميكروسكوب وذ بريتل ماتريكس هشه شويه، عشان كده بنلاحظ طبعا بالاضافه حوافها واضحه يعني بلانت ان ايفن اند، يعني شكل ممكن يكون اطرافها دائريه بس طبعا مش بشكل مستقيم ومش بشكل دائري كامل يعني. بنلاحظ جواها كراك تشققات موجوده في داخل الكاست نفسها ممكن تبين يعني يلو تو اجير تو جري ان كلر يعني. هاي شكل اللي هو الووكس كاست زي ما انتم شايفين، هاي البريتلز اللي بنحكي عنها التشققات اللي موجوده فيها بطبيعه الحال زي ما انتم شايفين ممكن تاخذ شكل البلانت مش يعني بشكل متعرج بطبيعه الحال يعني. زي ما انتم شايفين كده كمان يعني الاند الاطراف بتاعتها اللي هو مش مستقيمه يعني. بالاضافه لان زي ما بقول البريتل ريفراكتايل يعني لو لعبنا شويه في الادجستمنت او في الاضاءه بنلاحظ انه بتبدا تلمع حواليها يعني. فاتي كاست اللي بنلاقيها طبعا الموجود الفات في اليورين، واحنا حكينا من العلامه هذه على الاوفيل فاتي بوديز اذا بتتذكروها، هذه الشغلات مرتبطه لوجود الدهون او الكوليسترول في اليورين مرتبطه بامراض، طبعا نفس الكلام بينعكس على الفاتي كاست يعني مرتبطة بكونديشن زي النفرتك سيندروم او التوكسيك تيوبولار نيكروسيس او الدايبيتس ميليتس، كلها مشاكل ابنورمال ميتابوليزم للدهون للكوليسترول، عشان كده بيبين في اليورين يعني. طبعا شكلها تحت الميكروسكوب هي الاوفيل فات بادي، طبعا مش جديد عليكم الخليه هذه اللي بتكون ريفراكتايل بتلمع تحت الجسم. طبيعه الحال لما الخلايا هذه تتجمع مع بعض
مثال مع اللي هو ظروف مناسبة، اليورين مش ماشي كويس يعني، عشان كده بتعمل لنا اللي هو الكاست الموجود. طبعا الريفراكتايل، الكاست نفسها برضو ريفراكتايل عشان كمية الدهون اللي فيها كمية عالية كتير. برودكاست اللي هي الكاست اللي حكينا عنها نفسها، ممكن يكون حجمها أكبر أو أعرض، والسبب إنه إيه، في حالات الرينال فيلير أو مرتبط الرينال فيلير بيكون برضو اليورين الجريان بطيء جدا جدا، عشان كده الكاس هذا اللي بنحكي فيها بتاخذ وقت اطول، وعشان كده يعني ايه يضاف لها كميات اكبر من الكميات اللي بتكون عاده او بتنضب اساسا موجوده فيها، عشان كده بكون حجمها اكبر واعرض بطبيعه الحال. هذا دلاله على انه ايه، على انه هذه اللي هي ايه، البني ادم هذا عنده مشاكل في الكدني، لأن الجريان اليورين مش طبيعي يعني، او بطيء جدا جدا، وعشان كده بتاخد وقت اطول او وقت كافي الكاست انها تاخد حجم اكبر يعني. طبعا اكتر حاجة ممكن تعمل الشغلة هذه اللي هو البرودكاست، اللي هي ايش، الووكس كاست. اتذكر كنا بنحكي على الووكس كاست اللي هي اكتر حاجة بتعمر، او اكتر انواع الكاست اللي بتعمر في اليورين يعني. ميكس كاست ممكن تكون اللي هو ايش، الكاست نفسه فيه اكتر من نوع من السيلز يعني، يعني في حالات عندنا زي مثلا البايلونيفرايت على سبيل المثال، ممكن يكون عندنا اللي هو وايت بلاد سيلز كاست، نفس الكاست يعني موجود وايت بلاد سيلز مع الرينال اتيوبولار سيلز. عندنا مثلا الجلومرال على سبيل المثال نفراس، ممكن نلاقي ريد بلاد سيلز مع الوايت بلاد سيلز متجمعات على نفس الكاست. هنا يعني كونديشن بيؤدي الى تجمع اكثر من نوع من السيلز، وممكن هذول يتجمع مع بعض ويعمل لنا كاست على سبيل المثال، كاست واحد يعني. خلينا نقول علامات وجود الكاست. الأشياء اللي ترتبط أو يعني تدعم نتيجة وجود الكاست، اللي لو قلنا في الفيزيكال اكزامينيشن، طبعا كثرة وجود الكاست بعطي الكلات أو بزيد التربيدتي في اليورين. ما هي شفنا هي عبارة عن كومبوننت بتتجمع مع بعض سواء بروتين أو سيلز، طبعا هذا مرتبط بالكلاريتي. يعني وجود الكاست بكثرة ينعكس على اللي هي الكلاريتي، او بزيد التربيت بمعنى اخر، بالاضافه الى حكايه اللي هو سواء كان وايت بلاد سيلز او ريد بلاد سيلز او اذر بروتين، هنلاحظ انه الستريب بعطينا الكيميكال اكزاميشن، الستريب بعطينا اللي هو بوزيتيف ريزلت. كده بنكون خلصنا الروتين اناليسيز لليورين بطبيعه الحال. ان شاء الله طبعا في موضوع اليورين كلتشر والحاجات اللي زي كده، هذه يعني هذه بتدخل تحت بند اللي هو الميكروبيولوجي يعني. ان شاء الله بنحاول نلتقي المحاضره الجاي في موضوع تاني، في بادي فلويد تاني، او في بادي فلويد من الفلوس اللي موجوده في الجسم باذن الله، يا اما السي اس اف يا اما السمنت. يعطيكم العافيه ونشوفكم على خير ان شاء الله.